يعني مثلا ساق البامبو صار الناس تبي تربط بين الرواية وبين المسلسل، ودشيته وايد يعني وجهات نظر كثيرة، ان المسلسل المفروض انه ما يتجاوز 15 حلقة وصار 30، والعمل ما يتحمل انه يصير 30. شوفي انا بقول لك شغله، انا اعتبر ساق البامبو نجح. شنو هو النجاح؟ احنا كفنانين حسيناها. يعني انا وين ما كنت اروح بوقتها يقول خوله خوله خوله، علمنا. يعني كنا نطلع ونشوف ان ساق البامبو خذ صيته. اخذ صيته. إيه؟ بس اليوم الناس تشتاق تشوفه مره ثانيه. والله هذا مجال نجاحه. ما ادري هذا 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 الناس تقيمها. بس نروح حق كان في كل زمان، هذه تجربة جديدة على المشاهد، أو هي وايد قديمة في زمانات كانت موجودة بس نتحكي عن الحين، هذه تجربة جديدة ممكن المشاهد يتقبلها ممكن ما يتقبلها، في ناس تقبلها وفي ناس ما تقبلها. عرفتي؟ قارنين نجاح ساق البامبو مثلا زوارة خميس. ما أعرف، أنا ما أقيم أنا عندي المشاهد هو اللي يقيم هذه الأمور، وهذا لجو وهذا لجو. هذا الجو لانه كان غريب، اول مره يعرضون مسلسل، في ناس وايد ما شافوا ما قروا الروايه، لانه مو كل واحد عنده مزاج يقعد يقرا روايه كامله. الدراما مرات تخدم ومرات تضر. انا اقول لك شغله، لما انت تي تقرا الروايه انت تبنيها بخيالك بمنظورك، غير عن منظور مثلا اللي بيصور. اوكي اوكي. فبديهي المتابع يحسب انه بيشوف اللي بخياله، لا انت يختلف فكرك عن فكر هذا عن فكر عن 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 نظره هذا عن نظره ذاك. عرفتي؟ فيمكن لما شاف قال لا هذا مو انا اللي تصورته، مو تصورك. بس احنا كممثلين حاولنا قدر الامكان نقرب حق المشاهد الشخصيات اللي قروها. بس انقلب عليه محمد القفاص في احدى الصحف، طلع هاجم قال احنا جرنا على الروايه. وجهه نظره بس ترى صعبه فرح ان مخرج العمل يتبرى من عمله، يقول لك والله يعني وجهه نظره وهذا رايه. بس انا لو بكلمك انا كفرح الصراف الفنانه اللي مثلت في ساق البامبو، انا لاقيت اقبال ونجاح من المتابعين والمشاهدين. يعني يمكن عشان انتم عندكم ناس تحبكم، يعني انا بقول لك لما شجون عندها 3 ملايين متابع وانت عندك مليونين، وفاطمه الصفي كم؟ يمكن 3. يمكن 3؟ كملت 3 فطوم ولا بعد؟ 3 انا وياها كنا مع بعض. احنا نقولها فطوم لان احنا نمون عليها، نحب دائما ندلعها يعني. وريم رحمه عندها 1.5 مليون، يعني بسألك سؤال، هذا الخليج يعني بعد ايش تبون اكثر من كذي؟ يعني ومرام عندها بعد ما كم؟ اي الشخصيه هذه ايه عجيبه جباره صدق عجيبه مرام. مرام كانت حلوه بالكواليتي. اي مريحه مريحه مريحه، تحسينها اختك الكبيره وفجاه اختي الصغيره، وفجاه مره امك خايفه عليك وتحاتيك، ومره بس اذا مسكت شخصيه وتف عجيب. يعني شخصيه طارده بهالطريقه إيه جافه دكتاتورية. أنا من يقولون أكشن أنسى أن مرام، لأن ما شاء الله عليها عندها القدرة أن تمسك ال ايه. وإذا قعدت على جنب تضحكون. أي لا ايه. أكيد هذا كلنا ساق البامبو بالذات. أنا أقول لك الحمد لله ما كان أكو إشكال، ما كان أكو هذه الأمور، ارتاحي. بس إحنا المشكلة إحنا نشوف، يعني أنت شوف التجربة هذه محمد القفاص انقلب عليها ساق البامبو. انت اول شيء كنت قارية الرواية قبل ما تشتغلي؟ قبل ما اشتغلها بفترة، بس كنت انا اسمع عنها اول ما نزلت. انت تحبين تقري؟ شوية اقرا الشيء اللي يشدني، ساعات اقرا وما اكمل، ساعات يعني ضيق الوقت. احنا نقرا نصوص. اي بس ما في ثقافة. احنا نقرا نصوص، لا بالعكس. انا اقرا بالنت، في كتب اقراها، في كتاب يهدوني كتبهم اقراهم، اكون حريصة اني اقراهم. في وايد يعني نقرا بالعكس. انا احب اكون يعني يكون عندي خلفيه واكون مطلعه للامور، يكون عندي حصيله من المعلومات والثقافه، لان لازم اطور نفسي، هذا يفيدني انا بالحياه كشخص. طبعا عرفتي؟ اي
فلو القى يعني تلقين بالطياره، احب اقرا بالطياره لانه خلاص رواء وبروحي، مثلا سافره سفره شغل ولا معي كتاب. واذا وياك فطوم الصفي؟ واذا فطوم عشت الطياره كلها صح؟ ممكن اي تقدرين تقولين. لا لا اذا رحله طويله انا يعني اقرا شوي بعدين انام، لان انا فيني شويه فوبيا من الطياير. بعد؟ لا شوفي ليش تخلص منها. كل اسبوع مسافره تلاقي لك بس عشان انا بالتيك اوف ماكو آية ما أقراها، أختم القرآن وأطير. ثواب الحمد لله زين يعني يخدمك يا رب. شنو